هذا شلالات جيرموب، نشوف الجزء الجانبي منك متجمد، طبعا بعد كم يوم الشلال كله يتجمد. هذه الثلوج اللي تساقطت قبل 4 أيام 5 أيام بالمنطقة هذه. هذا أكبر شلال في المنطقة؟ هذا إيه، هذا الشلال. أكو بعد شلالات أخرى اللي شلالات شاكية أبعد من زيمو حوالي 100 كيلومتر، 110 كيلومتر بعد اللي فوق بعد داخل. بس هذه أكبر واحد هذه ها؟ هذه هسه الكبيرة نعم. بس هذا المي خفيف، هذا المي خفيف، هذا بالصيف بالربيع نجي هنا المي شلون هذا البياض مال الأبيض الثلج هذا يقول ديفور. الشلالات اللي اصدقائنا زاروها بالصيف احنا زرناها اليوم بشهر 12 شهر ديسمبر 5 بالشهر. المي خفيف طبعا، بعد كم يوم هذا يجمد. حاليا نشوف الجانب هذا المكان الايسر على يسارنا جامد، الجو حاليا في جرموك الان ساعة بالوحدة وثلث حسب توقيت يريفان الأرمينيا، درجة الحرارة هنا 3 درجة. أعتقد هذه آخر فرصة كان لنا بهذا السنة نزور جيرموب، لأن من يوم غد حسب أنواع جوية سقوط كثيف للثلوج راح يكون بالمنطقة هذه، فاحتمال كبير يكون الطريق المؤدي إلى الشلالات مقطوع. طبعا احنا اليوم صراحة بصعوبة نزلنا، راح نحاول هسه ان شاء الله نقدر نصعد، ولو اقتضت الحاجة ان نصل هالمنطقة لازم ناخذ سيارات رباعية الدفع ايضا، سيارات باترول او شيء حتى نقدر ننزل. انتم مع أرارات للسياحة، الى اللقاء اصدقائنا.